السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كل شيء مزيان الاحوال، الله يحفظكم ويجيكم ان شاء الله. اليوم الخوت، اليوم الاربعاء تماما، البارح لا، البارح ثلاثاء، اليوم الاربعاء. اليوم ان شاء الله قررت اني نطلق الشنيبرات اليوم في الصباح، اليوم الاربعاء، هذه 8 وثلث، 8 ديال الصباح، 8 وثلث. قررت اني نطلق الوليدات، راه عطيتهم ياكلوا، ناقصين جوج وليدات اللي ناقصيني في الحساب. سمحوا لي الخوت، ما مقادت راسي، الله يرحم لكم الوالدين. كيف قلت لكم الخوت، جوج وليدات اللي ناقصيني، واحد راه هو داك الطويبي محروق، راه لقيته فوق الجنه دابا، راه طار ما عرفتش فين عطى الراس، والولد الثاني الله اعلم شكون هو. يعني راه جوج وليدات خرجوا لي الخوت، مع خليتهم في الكولوار، جوج وليدات خرجوا لي يعني في الحساب، دابا ناقصيني جوج ولاد. وقررت ان شاء الله غادي نطلق الحميمات باذن الله، اول مره غادي نطلقهم بنهار. ما تديوش على هذا الشيء الخوت، ما تديوش عليه، الله يرحم الوالدين. كيف قلت لكم قررت باني نطلقهم اول نهار، غادي نطلقهم في الصبحيه، وخا الطلاق ديال الصباح كيضيعوا فيها الحمام، وعقلوا عليها، الضياع كيكون في الصباح لان الحمام كيكون مشتت. يلا خليكم معنا، الله يرحم لكم الوالدين، انا غادي نطلق الحمام وانا معكم، وعاد نهبط حالي الناس. بسم الله الخوت، على بركه الله، راه حطيت لهم الاكل ديالهم، حطيت لهم الماء ديالهم، حطيت لهم الاكل، راهم واكلين شاربين. كيف كتلاحظوا احنا غادي نحلوا السبوتنيك ونحلوا الباب، اللي بغات تخرج من هنا تخرج، اللي بغات تخرج من اللي تخرج. مات لي بحال شي حمامه دازت، الله اعلم. نشوفوا الطيران ديال الصباح كي غادي يكون الخوت، واخا الطيران الصباح كيكون شويه قاصح صعيب. هانا الخوت، ها الطيران ديال الصباح راه كيكون شويه قاصح. نتمنوا الخير. كيف كنقولوا ديما الخوت، نتمنوا الخير، نتمنوا التحبه ما تضيع ان شاء الله. هما جوج حمامات اللي طاروا الخوت، جوج اللي طاروا، راه هما جوج اللي طاروا، شتوهم ها هما، يا هي حمامه كبيره، حمامه كبيره وشنبور. هما بداو كيطيروا الخوت، هما بداو كيطيروا، كيف لاحظتوا هما بداو كيطيروا. والطيران ديال الصباح راه صعيب الخوت، واحد شي شويه، شو 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 شو، تخلعوا تخلعوا من شي حاجه. شوف شوف هادي، علاش كنقول لكم الطيران ديال الصباح الخوت راه صعيب، وصعيب بزاف. تخلعوا من داك الرولو، راه هو الحمام اللي كيتشقلب الخوت، الرولو طار معاهم شنبور باقي صغير على ما اظن. حنا غنولعكم فيهم باذن الله. ها هو الشنبور، هذا شتو معزول، شو هذا شتو الخوت معزول، يعني شكيت فيه، يقدر يكون ما مرسيش والله اعلم. راه هو شتو، ها هو جاي، هو جاي، هذا شكيت فيه الخوت، هذا شكيت فيه، شكيت فيه واحد الطوبي على ما اظن، الله اعلم. لا لا الطوبي هو كاين، شكيت فيه الله اعلم، ما فهمتش فيه حتى لعبه. خرجوا الحميمات، خرجوا وليداتي، خرجوا خرجوا خرجوا، تفرفروا شويه، تشموا شويه ديال الهواء الاكسجين. ها هما الثلاثة، هادو هما الربعة الآخرين الخوت، ها ثلاثة، ها هو واحد. خرج خرج أنت، خرج 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 أصاحبي، والله إلا كيسعروني. خرج أصاحبي، تبقى تمرضن عليا، خرج خرج. هذا ما بغاش يخرج، يلا سيروا طيروا. حميمة ترشتهم فرفروا، اللي فرفرات راه فرفرات، واللي بقى هنا راه بقى هنا. هذا اللي شكيت فيه الخوت، شو واو، ها واو، شو هو كيقواص، هو كيقواص، بغى يهبط. سيري طيري طيري،
هو واحد طارع والثاني الحمامة الخضراء تشربخ عندنا هنا في الحومة. ها اللي خلعوهم راهو الفريق الخوت. شو شو الفريق فين عز؟ شو الخوت الفريق فين علا؟ هو ماما ما علا والخوت هنا في كيكون الضياع. كيف قلت لكم الطيران ديال الصباح تيكون خايب. هادي راه أول مرة دابا كنطلقوهم في الصباح بإذن الله. ها هما يقدروا دابا يمشيو لشي بلاصة الله أعلم. بعدا راه حطيت لهم الأكل ديالهم كيف قلنا الخوت. راه حطيت لهم الأكل ديالهم. هادو غادي يطيروا ضروري غادي يطيروا. نتمناو ما يكونش ضايع وصافي. هادشي اللي كاين. هاد جوج ديال الرول هما اللي خلعوهم واحد ثلاثة هما معزولين. شوم الحمد لله الحمد لله. كيف ما كان كيف ما كان الحال الخوت الحمد لله. ان شاء الله نتمنوا الخير. ماما ثلاثه كيف قلنا هما معزولين. اربعه وخرج واحد منهم. ها هو خرج واحد منهم. هما اربعه ولا خمسه هما معزولين. اربعه ها الفريق الاخر فين علق. الله نتمنوا فيهم الخير الخوت. نتمنوا حتى حمامه ما تضيع علينا ان شاء الله. يلا فاكسينا الحميمات والله المستعان. ما مازال كيدوروا مجموعين الخشوم. بالنسبه لذاك الدفلي الخوت اللي ما باقيناش ان شاء الله غادي نبيعوه فهمتيني. لان ما غاديش يصلح اللعب اصلا. الضفر ديالي والله العظيم الخوت الا الضفر ديالي والله ما كنقدر ندير به شي حاجه ضرني. داك التفيلي ان شاء الله حتى هو غادي نديرو ليه البيع ان شاء الله. وراه ممتاز والله العظيم. الى خوتو بجوج حاصلين اكثر من شهادتين اكثر من شهادتين. غنوريكم خوتو غنوريكم خوتو الخوت خوت هاد دوك الشنيبرات اللي باقيت البارح اللي باقيت واحد فيهم. غنوريكم خوتو من الاب ومن الام. الى كذبت عليكم ما تسمحوش ليا. ها هو الذكر الخوت هو هذا هذا عنده شي ثلاثه دبلومات في الطاوله الذكر هذا. والأنثى فينا هي الأنثى واحد الأنثى نوريها لكم تولعوا فيها حتى هي. حتى هي حاصله على شي جوج دبلومات. أنثى دفليه فينا هي باك ابيض نوريها لكم ان شاء الله. يدخل حميمه ترى يمكن شتون باغين يدخلوا. الأنثى ما بانتش ليا الأنثى. اينك يا أنثى؟ هاي الأنثى الخوت هي هادي هي هادي هي هادي هي هادي. يلا حيت ليها البيضة الخوت هادي. يلا حيت ليها البيضة والحمد لله. يلا الخوت خليكم معنا نخرجوا نشوفوا الوليدات وانا معاكم. بالنسبة للشنيبرة الشوم كاين بشتين السماو اللي راه معلين تبارك الله راهما. وبزاف ديال الولاد اللي خرجوا هما جوج خرجوا. ها هو واحد هنايا القضية ولات شكالة الخوت. هاما تبارك الله شوفين معلين اللهم بارك. والاخرين راه ما خرجوهمش 60. نتمنوا ما تضيع منهم حتى حمامه. نتمنوا ما فوق الراس الخوت. نتمنوا شوف شوف الحمام كيتشلبخ. شوف 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 كيتشلبخ الخوت. شوف تقسم الحمام راه تقسم الخوت. الحمام تقسم الفريق. ها هو اللي باقي مجموع. ها هو تبارك الله علا بزاف الخوت علا بزاف. والاخرين هما مشتين هنا هما ان شاء الله غادي يهبطوا باذن الله. تخلعات والله ما عرفت مناش تخلعوا تخلعوا الخوت من شي حاجه. الحمام راه تخلع عليا من شي حاجه الخوت والله العظيم. تهز كل شيء تهز. ها الخوت اللي باقي هو واحد هو جا. ها اللي باقي الخوت هنا من الوليدات. ها واحد الله لا شهادي كنت هو كبيره لا شركه لها جوج. ها جوج ها ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سبعه الولاد الخوت اللي باقين. سبعه سبعه ديال الوليدات اللي باقين ما طاروش. والبقيه كلها تخلعات. ها انتم هات البقيه كلها الخوت تخلعات. راه الاخرين هما جايين لي معلين. شوم شوم الخوت هما تبارك الله ما اللي معلين. والخرين راه تخلعوا من شي حاجه هنايا الله اعلم الخوت شنو شافوا هنايا. ما عرفت شنو شافوا تماك الله اعلم.
نتمنوا الخير، نتمنوا الخير الخوت ما تضيع حتى حمامة بإذن الله. الخوت هما الحميمات بداو كيهبطوا، بعض الحمامة وهبط الخوت كيف كتلاحظوا هبطوا شي ثلاثة الحميمات هبطوا الحمد لله، وباقي بزاف شي ثلاثة اللي هبطوا اللي باقي اللي هبطوا شي ثلاثة. شوف هما الاخرين فين باقي معلين الخوت، شوف راه ما مشوم فرفر. هي بياسة هبطات، ها بياسة أخرى هبطات، دابا الحمام بدا يفرفر بحال هكا يجي الآخر، ها الآخر ها الحمام بدا يهبط الخوت، هي بياسة هبطات، ها الآخرين غادي يهبطو إن شاء الله. الحمد لله حميمات هما بداو كيبانو، ولينا راه كاين واحد الفريق معلي الخوت ما عرفتوش تلاقى مع دياولي، بانو ليا جوج فروقات تلاقاو، واش غير دياولي الله اعلم. هما ثلاثة هما دايرين عند الدار، غنخليهم هكا تيدخلو لراسهم الخوت ان شاء الله. سبوتنيك راه الباب ديالها راه محلول من الفوق، اللي بغات تخاها بياسة كانت تهبط مشات. نتمنوا كيف قلنا ما تضيع لنا حتى حمامة بإذن الله. هما جوج اخرين، ها هي بياسة هبطات حالة فمها مسكينة، شو واحد ذكر الخوت كيهيج. هاد البياسة الثانية هاتي راه شي حمامات فين هازين الخوت، تبارك الله الله العظيم الا تبارك الله. انتوما شوف 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 ها ماما هما بداو كيحضروا الخوت، هاد البياس اللي هاز راه بدا كيحضر اللهم بارك. نتمناو فيهم الخير ان شاء الله، والله المستعان. ها ماما شو مال خوت، هاما هاما دازو يلا الخوت نشربو بعدا الحميمه البروديكسيون. انا معكم الله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه لهاد الوليدات الخوت هو اول طير عليهم هاد هذا السيوفا بوي، داك ولاد العيونيه اخوه راه بجوج طارو، الاخر ما عرفتوش فين عطى الراس هو او الثاني. وبالنسبه للفريق الاخر بان لي تقسم النص منه اواجا، النص ديال داك الفريق اواجا كيدور على الدار، شتو بغا يهبط ان شاء الله. هما كيدوروا على الدار، اجيو الخوت من هنا النص ديال الفريق، والفرق الاخر ما عرفتوش الكمال هاد الحمام فين هي. الله ها هما شتو مال الخوت، ها هما هادو ما بغاو يهبطوا. هاد الشنيبر هو ديالي، هذا اول طيره طار الخوت، هو جاي هو جاي شتو، ها هو خو البدعي، هذا اول طيره ليه هو هذا، ان شاء الله انه يهبط باذن الله. ان شاء الله الخوت يهبط. حميمات الاخرين ها هما، وليني راه ما كاملينش الخوت، راه ما كاملينش كيف قلت لكم، راه ما كاملينش هاد الحميمات ما كاملينش. النص ما عرفتوش فين مشى عطى فين عطى الراس الله اعلم. هادو هما راه جاو بغاو يهبطوا ان شاء الله، راه عياو بانوا لي عياو 100%. غادي يهبطوا ان شاء الله، غادي يهبطوا، باقي ما معلمينش الخوت يتجمعوا، ماشي مشكل لان باقي الحال ديال الدريساج ديال الطيران الخوت مازال الحال، مازال الحال ديال الطرسيه وديال، راه كاين كاين اللي باقي الاخوان باقيين كيفرخوا، كاين اللي عنده البيض. هما جايين هما جايين هما جايين هما تيفلكوا كيف قال الاخ رضوان ازولاي، هما تيفلكوا. نتمنوا انهم يهبطوا، نتمنوا كيف قلنا الخوت ما لقاو حتى حمامه ضايعه ان شاء الله، نتمنوا حتى بياسه ما تكون ضايعه. بالنسبه لولاد العيونيه راهما جاو راهما بجوج الخوت فوق الحيطومه، هادو ولاد العيونيه اللي كنا عزلنا الجدود راهما هبطوا بجوج. ايوا نتمنوا الخير كيف ديما، والله المستعان. قررت نتلاقاهم اول مره خوت، كنتلاقاهم الصبحيه، والطلقه ديال الصباح راه كتكون شويه ماشي ناقصه شويه صعيبه، راه كيكون الحمام ديال عباد الله وكتخاف على حمامك اللي يتجر، والوليدات الصغار راكم عارفين اي طفل راه يمكن لك تلعب به كيف بغيتي. الطفل ما تيكونش عنده العقل، كذلك الشنبور ما تيكونش عنده العقل، يمكن ليه الخوت يهبط عند اي واحد، يعني ما كاينش المشكل، هو ما عارفش مدى الخطوره ديال هادشي اللي كيدير. هما غادي يهبطوا ان شاء الله، او هبط واحد وهبط واحد، هبط البدعي ديال الاخ محمد من فاس، وهبط طوبي
والاخرين هما جايين ان شاء الله غادي يهبطوا. بانت لي يمكن حمامه في ديك الدار هي، الله اعلم واش حمامه ولا لا. واحد راه وقلب لهيه باين عليه ما مرصيش. نتمنوا ان الحميمات يهبطوا ويجيو كاملين الخوت ان شاء الله باذن الله. ماما هما جايين، يلا نتسناو الخوت يهبطوا. الله يرحم لكم الوالدين. واحد هو تعزل مسكين، شو تعزل راهو تعزل مع عوا. بالنسبه للوليدات الخوت هما اللي بقاو، بقاو شي خمسه، وانما القضيه قليله بزاف يعني. الحمام باقي ضايع عليا الحمام بزاف، واحد الفريق ما عرفتش فين عطى الراس، راه علاو وتقسموا على جوج. النص هو بدا كيهبط شويه بشويه، والنص فين مشى الله اعلم. نص الخوت ديال الاولاد راه ما عرفتوش هاويا، هو ولد هبط. ها ما بقاو شي بياسات، ها ما بقاو هنا شحال، خمسة الحمامات همايا. ان شاء الله ما غادي يهبطوا حتى همايا، ولاني الاخرين ما عرفتوش الخوت فين عطاو الراس. اكثر من 12 حمامه ولا 14 حمامه علات اخوت، ما عرفتش فين مشات الله اعلم. هادو راه ماما خمسة الحمامات هما جايين، تيبقاو غاديين ويعليو. يلا الخوت نخليو الحميمات ونهبط حالي ان شاء الله ننعس، حتى نفيقوا مع الغدا ونشوفوا النتيجه باذن الله. يلا تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله الخوت، حنا رجعنا لكم من جديد. ولي الله الحمد راه نعسنا وفقنا. حنا الخوت غادي نحسبوا الحميمات، وباش غادي نعرفوا ديك الطلقه ديال الصباح واش ضاعت لنا فيها شي حاجه ولا لا. والله اعلم، انا تنقول تقدر تكون ضايع، اللي تنقول لان الحمام هز بزاف على الماكله، راه شيطه اليوم جاب نتاج. الماكله راه شيطه اليوم الخوت. حنا غادي نحسبوهم ان شاء الله، وغادي نعرفوا شنو كاين سدي الباب. يلا الخوت خليكم معنا، خليكم معنا الله يرحم الوالدين. كيف قلنا الخوت كتكتب اونغوجيستري تما. كيف قلنا الخوت ولله الحمد الحميمات كاملين، يعني حتى دوك الجوج اللي قلت لكم في الصباح بان الحساب ناقص بجوج حمامات وكانت وحده فوق الشجنه، الحمد لله راه الحمام كامل، ما ناقصه حتى حبه ولله الحمد. الامور راه طيبه لحد الساعه، الحمام راه كامل الحمد لله، راه جاو كاملين الحمد لله. من بعد الخوت كيف قلنا غادي نبقاو نعزلوا النتيوات، دابا غادي ندخلوهم وندخلوا لهم الماء ديالهم، غنبقاو نعزلوا النتيوات اللي كاينين هنايا ونحطوهم هنايا باش الحمام يتجمع لينا في الطيران ان شاء الله، والله المستعان. يلا الله يرحم لكم الوالدين. نطلقوا دابا الشنيبرات هنايا ديال الذكور والاناث، ندخلوا هادو. راه القضيه عندنا مكرفسه الخوت، وليني ما عندنا ما نديرو. زيد اولدي زيد. يلا الله يرحم الوالدين، على بركة الله الخوت نطلقوا هادو نخرجوهم. كاين الريشة الخوت، راه البدالة دابا راه بدات، البدالة بدات وقريبة البدالة ديال بصح، قريبة راه باقا البدالة ديال بصح ما كايناش، البدالة ديال بصح راه باقا ما دخلاتش، راه جاية في الطريق شهر تسعود وراه حالك البدالة وشوف الريش كي داير. دابا راه البدالة راه كاينة الخوت، تكرفيس راه كاين، والحمام قضيه اخرى في القضيه ديال البداله، راه الحمام تيبان الخوت خايب يعني ماشي مشكل. بسم الله كيف قلنا ماشي مشكل، شي واحد يبان لي حمي يبانوا لي الحمام ديالو ماشي تال تماك، راه ما كاينش الاشكال. يلا نخليو الحميمه ان شاء الله. بسم الله دخل 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 دخل. غنولعكم في واحد الدبلومات الخوت. دخل 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 دخل. هاما واحد ثلاثة د الوليدات الخوت، شتوهم هاما هاما أربعة د الوليدات الخوت، شو تبارك الله كي دايرين. هاري داك الهاتف، هاري شوف هادي راه معايا لالا هبة، واحد أربعة د الوليدات الخوت هاما، شتوهم كي دايرين. هاهو الطوبي وهاد الطوبي، هذا هو اللي قلت لكم غادي نرصي، هذا خو واحد البدعي، دا خويا عمر خوه، غنخليه هذا غنخليه. ها واحد دفيلي تبارك الله غزال. دابا الحميمات هما كي هما الشنيبرات الاخرين جايين، شوفوا الخوت هما، شو تبارك الله راه واحد كيفرفر. يلا ولله الحمد نخليو الحميمات ياكلوا في خاطرهم، ما نبرزطوهمش. شدي بنيتي كيف قلنا نخليهم الخوت هنا ياكلوا. الامور لحد الساعه راها طيبه ولله الحمد. ما تيخرجوا الخوت، ما تيخرجوا الوليدات. كيف قلنا اللي خاصاتو شي حاجه، شي وليدات اللي خاصو شي حاجه مرحبا
اتصل بيا الخوت، ماشي صيفط ليا في الواتساب، اتصل بيا جزاكم الله خيرا. الحمد لله انا كاين واحد جوج وليدات غادي يمشيو للجرادة باذن الله الى كتاب. ها هو هبط مسكين هذا، يمكن اول مره كيخرج. ها هو الثاني الخوت فوق الباب، ها الاخرين هما جايين تبارك الله. شوف واحد الواحد ها هو هبط، راه هو شتوه، ها هو هبط طوبي محروق اللهم بارك، راه هو حل جناحو تيقلب على ما ياكل. الامور طيبه لحد الساعه ولله الحمد. كيف قلنا الحمد لله الخوت ملي ما ضاع لنا حتى ولد من الحميمات ديال الصباح، لانهم هزوا واحد الهزه كيف قلنا علاو مزيان الحمد لله، راهم علاو مزيان. والنص بدا كيدور غير هنا معلي بزاف، بقى بقى حتى هود النص، والنص الاخر ما عرفتوش فين عطى الراس فين مشى الله اعلم، يعني راه مشاو فين مشاو الله اعلم. ولاني الحمد لله دابا راه حسبنا الحميمات لقيناهم كاملين. انا الخوت شوف شوفوا ليه واحد جوج كيطراومو عندي ليها، شتوهم راه ما جوج الخوت كيطراومو ليها، باقيين غير وليدات، يعني راه قريب الخوت كيف قلنا غادي نعزلوا الذكور على الاناث، يعني ملي غادي نحبس التفراخ ديفينيتيفمون يعني بصفه نهائيه ان شاء الله غادي نعزل الاناث وغادي ندخلهم الشجنه ديال الاناث. واللي حمام اللي هي ذكر في الشجنه ديال الاناث اللي هي ذكر غادي نحولها لهنايا صافي، باش ديك الساعه نقلب لهم على الماكله باذن الله وعلى شويه ديال الزيوت البداله. وبالنسبه للحلبه الخوت انا كنقولها ونزيد نقولها، الحلبه مطحونه احسن حاجه كتعطي هي الحلبه مطحونه، الى كلها الحمام راه مزيان كيستافد منها كامله من الالياف ومن داكشي كاع اللي كيوجد في الحلبه راها مزيانه. وحاجه اخرى من الاحسن تعطى الحلبه مطحونه بحال البودر روج بحالها بحال لو فيغ دو بيير، يعني كندهنوا الماكله ديالنا بشويه ديال الزيت ومن طبيعه الحال كنلوحوا على ديك الحلبه وكنقدموا للحمام وكياكل الحلبه ولله الحمد، والامور كتكون طيبه باذن الله. يلا والله المستعان. نوريكم الخوت بعض الدبلومات ان شاء الله، وخليكم معنا لا تقطيعوا ولا تستقطعوا. ان شاء الله الوليدات الخوت انا نخرجهم كاملين باش ياكلوا، قعدوا اللي قادين يخرجوا غادي نخرجهم ان شاء الله. انا الخوت قعدوا اللي قادين يخرجوا، انا الخوت شو 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 شوف الخوت شنو راه قاد يطير، شوف شنبي راه قاد يطير الوليد. ومن طبيعه الحال الخوت اللي ما تباعش اما الوليدات، ها هو واحد الواحد شوف الخوت تبارك الله، هو هو تبارك الله غليد اللهم بارك. كيف قلنا الخوت واحد القضيه اخرى اللي ما تباعش، اللي ما تباعش من هاد الولاد غادي نلعب بهم ان شاء الله غادي نخليهم. وهي راه العدد راه مزيان، حتى العدد راه مزيان يكون عندك العدد. علاش كنا كنلعبوا شي ايام شحال من مولوع حبس قبل الوقت، شحال من مولوع الخوت حبس قبل من الوقت. علاش كيجي شي مطلق، كاينين دوك الصياده الله يهديهم اللي كيضربوا الحمام الله يهديهم، هادشي اللي نقولوا، كيجيو كيديو لك مثلا أربعة ولا خمسة د الحمامات في المطلق، اش غادي يشيط لك؟ ما غايشيط لك والو، صافي غاودع، متفقين غاودع. اللهم بنادم كيضرب شويه على العدد، حنا ما غنديروش بزاف، نديرو 200 ولا 300 حمامه، لا يضرب شويه على العدد. بعدا ديك 100 حمامه خصها تكون 100، خصها تكون، علاش كتلعب ب 60 وكتخلي الاخرين بارين؟ ويا غاده حنا غير الوليدات ما خرجناهم كاملين الا جوج هنايا ديال واحد البطل من جراده ان شاء الله، هما اللي خليت راه معاهم باهم كيوكلهم، تما راهم واجدين والحمد لله. الامور لحد الساعه كيف قلنا طيبه، الله يجعلها ديما طيبه. يلا الله يرحم الوالدين. مثلا خوت نص باله ديال هذه ديال الماكله بغيت نفرقها على واحد جوج وليدات هنايا، واحد جوج وليدات ليها، وهي تكب ليا تحت الكاليبوتي غادي كنترعد، والله الا كنترعد. راه واحد كيوكل الخوت، راه هو كيوكل، شوف راه تيوكل ولادو اللي ما ولادوش، دابا اللي هو شنبو راه كيمشي كيوكلو الحمد لله. نزا واحد شويه نعطي لواحد جوج وليدات، والله الا غايه تقريبا اكثر من نص من اربع بالا. غنوريها لكم الخوت، هاي 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 الخوت فين تكبات لينا، هاي هاي اكثر من ربعه، بغينا نعطيو لهادوك ياكلوا راهما في ذاك القنت، هاي تكبات لينا انا، ولينا ماشي مشكل ماشي مشكل. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، اجي نولعوكم الخوت في شي واحد اللعيبات اللي هيها
نولعكم فواحد العيبات ليها. يلاه تحياتي لكم. اول ديبلوم هذا عدد الحمام، ها هو كيف كتلاحظوا 1100 حمامة. الكلاسمون 3ايام لي طاب دو فيتاس، لي طاب دو فيتاس. بالنسبه لهذا مشروع بن عبو لي طاب دو فيتاس، عدد الحمام هو 912 حمامه. هنا الرتبه 7، راه كاين النمره ديال الحمامه ها هي كاينه، رقم ديالها 2017. وبالنسبه لهادي هادي العيون الخوت، العيون عدد الحمام 328. بور الاسب بارتيسيپاسيون، بور سا بارتيسيپاسيون كونكور دو بيجون دو فواياجور على سيزون سبورتيف 2022. ليطاب دو فون لو غران فون، ليطاب دو غران فون. الرتبه 12 الخوت، الرتبه 12. هذا ديال الاتحاد السلاوي الخوت. ها الجمعيات الخوت اللي مشاركين، ها هما يا الجمعيات، 1 2 3 4 5 6 7، 7 ديال الجمعيات. الرقم ديال الخاتم ها هو كاين هنايا. وبالنسبه لهادي، هادي ديال بنتي، ديال بنتي هادي، شهادة تقديرية تشرف وطرق ثانوية بلافريج التلميذة هبة الفرات بقسم أولى 7-1 على تفوقها في الدورة الأولى. الحمد لله هذا تقديرية ديال البنية ديالي. ونزيدك الخوت هنايا، هذا السيرتيفيكا هايا لي طاب دو غران فون الخوت، هاي العيون عاوتاني. عدد الحمام 123، الرتبة 7 العيون. رقم ديال الباك 2020. هادي هي الحمامه اللي عندي العيونيه، هي هذيك. الرقم ديال الباك ديالها 37013. هنا كذلك ومثال العيون الخوت، الرتبه الخامسه 2019. هاد الحمامه تباعت، هاد الحمامه تباعت. هنا عاوتاني كذلك ما عرفت شنو هادي هي، اوناغا الرتبة 10. عدد الحمام 1536. رقم ديال خاتم الحمامة 5127. والحمد لله مازال الخوت. هنا الرتبة 7، لي طاب دو دومي فون، طاب دو فيتاس، الفيتاس الخوت. وهي غادا وسير وسير. هذا الاسبيجون اللي يمكن بلاتي نقلبو هادي هكايا. هذا الخوت شيا، كاتريام بري ديال ليطاب ديال دومي فون في 2022. يعني مكلاسي في هاد مكلاسي في هاد الست ايام. هادي السيد المختار مكلاسي الثامن، اوناغا مكلاسي السابع، اوناغا الثاني عاوتاني مكلاسي السابع، وارقانا مكلاسي الخامس. يعني تكلاسيت الكاتريام في دومي فون 2022. وهادي الخوت، هادي بور لا بارتيسيپاسيون تقبق اللقلق دو فيتاس، مكلاسي هنا 3ايام. هادي عدد الحمام 1567 حمامة، والحمد لله. هذا سوبر اس، هادي التاسع سوبر اس. البيجون سيرتيفيكا 37034 سوبر اس. ويا غادا الخوت العاشر، هاهي 17 في اكلو. التاسع التاسع في سوبر اس، عاوتاني التاسع الخوت بحال الاخرى. التاسع هي هادي الاسبيجون، ماشي سوبر اس، الاسبيجون. والحمد لله، والحمد لله والشكر لله. انتم الخوت راه كاين الخير، كاين الخير والخمير. ها هما هادو ما بغيناش نعلقو، هادشي غير ديال 2022 الخوت. ها هي 2022، يعني راه كاين الخير. مثلا ديال 2020 2019 كلها كنديو البركه ديالهم. هانا كل عام الخوت كنديو البركة. وتحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، ونتمناو الخير والتيسير لينا ولغيرنا. الله يرحم لي الوالدين، خويا عمر شمس الدين، خويا جهاد والبشير، خويا سمير، الاخوان كاع اللي كيبغيونا، الله يرحم لهم الوالدين كاملين الخوت. ان شاء الله دابا نجبد كل واحد باسمه، وان شاء الله نتمناو الخير
وإلى فيديو قادم بحول الله. نعم الخوت نعاود لكم واحد القصة عاد تفكرتها بنتي، القصة ديال الجنازة. النهار الخوت ديال الجنازة، النهار اللي غادي ندفنوا الوالدة الله يرحمها والله يواليها برحمة الله، والله يرحم جميع المسلمين، والله يرحم كل من مات، كل من توفى الله يرحمه، هذا مكان الله يتبعنا إليه مسلمين بإذن الله. النهار الخوت ديال الجنازة، النهار ديال الجنازة واحد السيدة على ما يقال، علاش هو فياك ولا في شي شنو؟ جاو من فرنسا، جابت الخوت واحد القصريه صغيره، طبصيل ولا قصريه؟ قصريه صغيره قالوا ديال سكسو فيه جوج دجاجات، وجابت ودخلات وما قالتش لينا البركه في راسكم ولا هادي، جات حطاتو قالت لك هادي ياكلوا العائله ديال الميت، هذوك اللي مات لهم اللي ماتت لهم الجنازه ياكلوه. شنو بان لكم في هذه القضيه هادي؟ ما قالتش لنا البركه في راسكم ولا هذا، غير طبصيل صغير، ماشي قالت لك قصريه على ما قالت بنتي، قصريه صغيره يعني ماشي كبيره حيت سمعت مالك قالت لك قصريه صغيره كبيره قصريه، فيها السو فيها التفايه وفيها دايره فيها اللوز ودايره هذاك الدجاج الحمحه. قصريه ما علينا ديال السكسو، قال لك هي بغات، هي اللي قالت على ما سمعت انا الاهل ديال الضحيه، الاهل ديال الضحيه يعني اللي مات ليهم، اللي ماتت ليهم المراه وغادي تدفن اليوم الجمعه، غياكلنا ياكل هذا السكسو. حنا شكينا فيه ما كليناش، ما نكذبش عليكم، دينا لواحد البلاصه وعطيناه الناس ياكلوا، هادشي اللي قالت لك بنتي، هزوه الناس وداوه لواحد البلاصه وكلاو عباد الله، حنا ما كليناش بعدا، هما عندهم الغرض قالت لك بناكلوا حنا اهل الميت، هذا ما كان وحنا ما كليناش الخوت، هذا ما كان. يلا الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير والتيسير، والى فيديو قادم بحول الله، وغدا ان شاء الله انا معكم الخوت. بالنسبه لديك الرشاشه غنوريها لكم الخوت، خليكم كيف قلنا الخوت. هذه راه كنصيفط لنا الاخ عمر، تحيه ليه والله يرحم ليه الوالدين، راه باقا عامره هي هذه. صيفط لنا الاخ عمر، هذه ما رشوش الخوت ديالك كيقول لك كونطرطير، ولكن هادشي الله اعلم، انا ما نكذبش عليكم، حمام كتضربوا بهذه وكياكلوا، كيشدها الطير كيشدها، ما علينا. هذه ما غاديش نرش بها الحمام حتى يبدل، حيت الا رشيناه دابا، الا رشيناه دابا الخوت غادي يبدل وغادي يتحيد منه هذه، حنا حتى يبدل الحمام يعني حتى لشهر 12 وغادي نرش الحمام بهذه ان شاء الله باذن الله. وكيف قلنا الخوت بالنسبه للاخ ديالي، هو اللي مشى سول، الاخ ديالي مشى سول على هذه القضيه ديال القصريه، قال لك 100%، لما قال لي شي واحد فقيه ولا الله اعلم شكون اللي قالها لي، ولا شي راقي اصلا، الاخ ديالي ما عندوش مع داك الشيء ديال الفقهاء، هو متبع السنه، الاخ ديالي سني متبع السنه ولله الحمد، الحمد لله والشكر لله، وراه كاع كل الناس سنيين كاع متبعين سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي هذيك اما دوك الدجاج دارتهم ذبيحه قربانا للشياطين ولا الجن، داك ذبحات لي مثلا دوك الدجاجات كحل ولا زورق، ولا مثلا دوك الدجاجات ليمونيين ولا قهويين، هو طلب ليها شي دجاجات ياكلوا من اهل ديال بحال اهل ديال العروس ولا هذه مثلا، اولا هي باغا فينا حنا الخدمه الله اعلم، تكزت التشتوت ولا التفريقه ولا مثلا بحال هكا، حيت راه السحر كاين، الله عز وجل قال لك العين حق والسحر حق، راه السحر كاين الخوت، راه شحال من واحد حمق بالسحر، والله يرحمنا والله يرحم المرحومه والله يرحمكم تانتوما في الدنيا وفي الاخره، حنا كنطلبوا الرحمه في الدنيا وفي الاخره. هذه راه بزقه، هذه اللي نازله بيضاء الخوت، هذه راه بزقه، شوف هذه راه بزقه، هذه عاوتاني لهنا راه هي بزقه، هذه اللي نازله كلنا بزق. يلا الله يرحم لكم الوالدين ونتمناو الخير والتيسير، وإلى فيديو قادم بحول الله. مبغيتش نقطع عليكم الخوت، راكم عزاز والله يرحم لكم الوالدين كاملين 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 العائلة، تانتية الكتيكيتا ونتية. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.